السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناتي. اليوم ندير لي كريب محشية بالبولي. انتوما تقدروا ديروا لا فيوند هاشي. دوكا هنا عندي نحتاج 2 حبات بيض، نحتاج 2 كيسان فارينة، 2 كيسان تاع الحليب. أنا الفارينة درت بهادوما، هاوليك. ونحتاج 3 مغارف كبار تاع الزبدة ذائبة، ونحتاج مغرفة صغيرة ملح. وتقدروا ديروا الجبن، الجبن مقطعات قطع صغار ولا كيما حبيتو. انا ما نديرش باسكو ندير من بعد في الحشو، وما حبيتش يكون مالح. دونك نخلط، ندير البيض، نزيد الملح، نزيد الحليب تاعي، درت البيض ونزيد الحليب، نزيد مغرفة صغيرة ملح، زوج مغارف كبار زبدة ذائبة ولا 3، نزيد شوية برك باسكو ما درتش مغارف عامرين، ونزيد الفارينة ونخلط. هاوليك الخليط كيفاش يكون. الا شفتوه بلي بزاف خشين تقدر تزيدوا له شويه الماء ولا الحليب، لازم يكون جاري. نخليه يرتاح نص ساعه، وفي نفس الوقت دوك ندير الحشو. دوكا ندير الحشو. هنا عندي بصلة قطعتها قطع صغار كما راكم تشوفوا، ندير شوية الزبدة، نقلي البصل، ندير شوية ملح، منقطعش باش ندير فرماج، نزيد شوية ملح، نص حوالي نص مغرفة صغيرة، نص مغرفة صغيرة فلفل كحل، دوكا نزيد الفولي ديالي قطعته قطع صغار. بيان سور نحيتو من الكونجيلاتور، دوك نزيد الزيتون خضر مع قطعة فرماج، ندير حوالي 20 سنتيلتر كريمة، تقدروا ديروا حليب،
ندير مغرفة صغيرة معمرة تاع الكركم، ونزيد نص مغرفة صغيرة الفينول، نخلط الكركم. الا ما عندكمش الكركم تقدروا ديروا الكوري لا حبيتو، تقدروا ديروا لي شامبينيون اذا تحبوا لي شامبينيون تقدروا ديروهم، والبوليت تقدروا تعرضوه لا فيوند هاشي. الكركم نحب نديره في كامل الطبقات ديالي. وفي الاخير نزيد البيرسيل، المعدنوس قطعته صغار. دوكا نخلي الحشو يبرد، دوك نطيب الكلاب تاعي في مقلاة. ندير شويه ندهنها بالزبده. دوكا نجبد اللوش، ندير شويه لاباط اللي درتها، نخليها طيب من تحت 5 دقائق، ومن بعد نقلبها باش نطيبها من الفوق. هاي ليك دوكا قلبتها باش تطيب من الفوق من جهة أخرى. لازم تشعلوه مليح باش يخرج لكم الفقاعات هذوك. دوكا كي نحيت هذيك نزيد ندهنو شويه من الزبده، ونجبد غراف ندير شويه من لاباط اللي درتها، هاليك. دوكا لازم تقلبوها باش طيبو الجهة الأخرى. دوكا نكمل كاع العجينة ولاباط ديالي، ومن بعد نولي باش نكملو لا سويت. دوكا كي كملت طيبت كامل لي كريب تاعي، دوكا ندير لهم الحشو اللي درتو من قبيل. هاوليك دوكا نزيد شويه الفرماج من الفوق، نطبقها كيما هاك على 4، نجبد واحده اخرى وندير الحشو، ونزيد من الفوق الفرماج، نطبقها على 4، هايليك. لو كان كامل كامل الكريب تاعي نديرهم في مول كيما هكا،
ونديرهم في الكوشة في الفرن هكاك حوالي 10 دقائق باش برك يدوب الفرماج هذاك من الداخل، ونولي فيما بعد باش نوري لكم الطبق النهائي. هاي كملت لي كريب تاعي، قليتهم غير حوالي 10 دقائق باش الفرماج من الداخل يدوب. هاي نتمنى تعجبكم الوصفة. بيان سور الحشو اختياري، تقدروا ديروا اللي حبيتوه. إذا عجبتكم الوصفة لا فيديو ما عليكم غير ديروا جيم، بارتاجيو، وما تنساوش تشاركوا في القناة باش يوصلكم الجديد من الوصفات. وإلى اللقاء مع وصفة جديدة إن شاء الله.